كابتن مصطفى، عايز اسمع منك رؤيتك لمشهد الانتخابات. اولا مشهد الانتخابات، يعني انا كنت حريص ان انا اروح بدري انا واولادي. سعدت جدا بالشباب، الشباب اللي سياده الرئيس اداهم بوش غير طبيعي من ساعه ما تولى من 10 سنين، واحنا بنشوف الشباب هو متصدر المشهد ومديهم حقوقهم ومديهم كل حاجه، لان دول المستقبل يا يوسف وانت عارف. أيوه. طبعا والثقافه، وانا حضرت دعوات كتيره لحزب حماه الوطن ومستقبل مصر، كنت قد ايه سعيد بيهم وسعيد قد ايه بفكرهم وسعيد قد ايه بوعيهم، لان دول مستقبل مصر. لكن اللي انا عايز اقوله ان رغم الانتخابات، يعني خلينا نتكلم بصراحه شويه، يعني ما فيش وجه مقارنه او منافسه، مع احترامي الكل الشديد لكل الناس اللي تقدمت، لكن اقبال الشعب المصري على الانتخابات ده هو ده النجاح الاساسي. صح. وهنا عايز اقول مش حبا في السيد الرئيس، احنا بنعشق السيد الرئيس، لكن حبا في الوطن وعلامه للي بره، اللي قاعدين بره واللي بيحاربونا بره واللي عايزين يوقعونا بره، سواء في الداخل او في الخارج. لا، احنا كلنا ورا قيادتنا السياسيه، احنا كلنا ورا بلدنا، احنا مش هنسيب بلدنا. ولو نشوف اللي بيحصل في اللي حوالينا، لا احنا المستهدفين من ده، ودي يعني رساله للي حوالينا كلهم سواء كبار ولا صغيرين، ان مش جيشنا مش مليون ولا مليون و200، لا جيشنا ال100 مليون او 105 مليون.